بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. نكمل المحاضرة الليكشر الأولى. هي هنا راح ناخذ اكزامبل. هذا الاكزامبل يحتوي على شنو؟ سنجل سيرفر كيو. سنجل يعني مفرد، يعني واحد، هذا واحد. السيرفر هو هذا، خلينا نفرض طبيب، والطبيب هو ده يخدم هذا الشخص، يم الطبيب لأغراض الفحص، وهذا غادر من الطبيب يسمى ديبارشر، هذا بالسيرفر. هذول ينتظرون ويتنج، هذا ويتنج، هذا ويتنج، هذا ويتنج، وهذا هسه وصل. راح نشرح كل هالتفاصيل هذه وعمليات الطرح، اللي هي عمليات احنا راح ناخذ هاند سيميليشن. هاند سيميليشن ايش منطينا؟ منطينا الانتر ارايفل، الفتره بين وصول واخر، ومنطينا السيرفيس تايم. السيرفيس تايم منطينا اياها، السيرفيس تايم، السيرفيس تايم يعني وقت الخدمه، يعني ايش قد يبقى يم الطبيب، ايش قد يبقى المريض يم الطبيب، يعني الوقت اللي يبقى المريض يم الطبيب، هذا الوقت. هاي منطيناها وهاي منطيناها. وش يقول لنا هنا؟ منطين تحديد، يقول 5 كوستمر، العفو الكوستمر الخامس، الزبون رقم 5، من يكمل السيرفر، يعني من يكمل الخدمه، ايش راح نسوي؟ السيميليشن راح نسوي لها اند، يعني شنو؟ ننهي عمليه السيميليشن. طيب هاي الاشياء احنا راح نحكيها وممكن انه تقروها. طيب ناخذ اول واحد، اول زبون، ثاني زبون، ثالث زبون، رابع زبون، خامس، سادس زبون. هذه يسمونها الكاستمر نمبر. هنا التايم ساينس لاست ارايفل، يعني هذا طانيها، هاي طانيها بالسؤال، هذا بالسؤال طانيها، هاي اللي هو بين وصول واخر. طيب احنا نريد شو وقت يوصل الزبون؟ الزبون الاول وصل بالبوينت 4، خلاص دخل يم الطبيب بالبوينت 4. الزبون الثاني اجى بعد 1.2 من وصول الاول، يعني شنو معناته؟ يعني نجمع هذا ويا هذا يطلع 1.6، نجمع هذا ويا هذا يطلع 2.1، نجمع هذا ويا هذا يطلع هذا، نجمع هذا ويا هذا يطلع 4، نجمع هذا ويا هذا يطلع 5.6. طيب الارايفل تايم اخذناه، الكاستمر هذا اللي مكتوب بالبولد، الكاستمر ان ذا سيستم، كم زبون بالسيستم؟ 0. من اجى هذا لقى 0 زبون بالسيستم، الثاني من اجى لقى بس 1، الثالث من اجى ايش لقى؟ لقى 2، وهكذا. نشوف هسه نشيك بالسرعه. عندنا سيرفيس تايم، هذا هو ينطيني اياه بالسؤال، يعني ايش قد الوقت اللي يبقى المريض يم الطبيب. التايم سيرفيس بيجن، يعني ايش وقت تبدي الخدمه. طيب اول زبون اجى بالبوينت 4 ودخل يم الطبيب بالبوينت 4، راح تبدا الخدمه مالته، راح يبدا يفحصها الطبيب. طيب ايش قد انتظر؟ اول واحد ما انتظر، لان ما كان اكو حد يم الطبيب. التايم اند، ايش وقت تخلص يخلص ويغادر من يم الطبيب؟ هو شنو؟ هو وصل بالبوينت 4 وقضى يم الطبيب، وقت صرف يم الطبيب دقيقتين، 2.4. طيب ايش قد بالسيستم بقى؟ بقى بس دقيقتين لين الطبيب، لانه هو ما انتظر، صفر صفر زائد دقيقتين يطلع 2. طيب هاي البوينت 4 شنو؟ هاي الايديال تايم. شنو الايديال تايم؟ يعني الطبيب هل هو ايديال؟ يعني ايديال يعني مثالي، يعني فارغ، يعني قاعد ما عنده شيء. نعم، بقى بوينت 4 قبل ما يجي هذا الزبون. طيب ناخذ الحاله الثانيه، الزبون رقم 2 من اجى صار اجى بالوقت 1.6، ايش لقى قدامه؟ لقى قدامه زبون. ليش لقى قدامه زبون؟ لان هذا يطلع ب 2.4 وهو جاب ال 1.6، اذا اكو زبون وين؟ يم الطبيب. ايش قد راح يصرف ورقه؟ 0.7. اذا راح نجمع ال 0.7 ويا ال 1.6 راح يطلع 2.4. هذه شنو؟ هذا ايش وقت يبدي؟ ايش وقت يبدي؟ من يطلع هذا بالضبط 2.4، من يطلع هذا يبدي. طيب هنا ال 0.8 شنو هاي؟ التايم ان ذا كيو. ليش 2. هو بدا يم الطبيب، هو بدا يم الطبيب 2.4 يم الطبيب بدا، لكن هنا هو وصل بال 1.6، اذا 2.4 ناقص 1.6 قد راح يطلع لنا 0.8. هذا 0.8 ايش قد انتظر؟
هنا شنو ايش وقت يكمل خدمة، يكمل خدمة هو بال 2.4 بدأ و.7 وياها راح يصير 3.1 يغادر. زين هذه 1.5 شنو التايم ان ذا سيستم، ايش قد قضى بالسيستم؟ قضى بالسيستم ده ينتظر 0.7، 0.7 هو وقت الخدمة مالته، و.8 هو شنو هو انتظر، اذا صار 1.5. وهذه ليش صفر؟ لانه الطبيب هنا ما فارغ او ما بقى فارغ، ما بقى ايديال. طيب ناخذ الحاله الثالثه وكافي. الحاله الثالثه هو 0.5 و0.5 راح تنجمع ويا 1.6 يطلع 2.1 وراح راح يلك 2. هو اجى بال 2.1، بال 2.1 هو اول واحد ما طالع 2.4 يلا يطلع. اذا شنو؟ اذا قدام 2 وهنا شنو؟ هنا 0.2 وقت الخدمه، وهنا 3.1 اللي هي نجمع هاي وهاي 2 و 2.1 يطلع 3.1، وهذا هو شنو؟ 3.1 ناقص 2.1 معناتها 1 هو انتظر، وعندنا الاي هذه 3.3 اللي هي انت، ايش وقت يكمل هذا؟ 3.1 هو بدأ وراح يبقى ايش قد؟ راح يبقى دقيقتين اذا نكمل 3.3. والتايم ان ذا سيستم ايش قد بقى بالسيستم؟ بقى بالسيستم انتظر دقيقه، و.2 هو وقت الخدمه مالته، وهذا ايضا الطبيب ايش بيه؟ انتظر. طيب من الزبون الرابع يوصل هنا 1.7 تنجمع ويا هاي يصير 3.8، بل 3.8 معناتها شنو؟ معناتها كلهم طالعين حتى هذا اخر واحد هو غادر. اذا رجع لنا شنو؟ صفر. اذا رجع لنا شنو؟ ما انتظر هذا، وراح يكون هذا زائد هذا يساوي 3.8، وال 3.8 نجمعها ويا هذا يطلع 4.9، وهذا قضى بالسيستم. هل قد والطبيب ايش قد بقى ينتظر الطبيب؟ 0.5. شلون عرفنا الفرق بين هذه وبين اي هاي؟ 3.8 ناقصا 3.3. الى اخره نقدر نكمل ونقدر ناخذ هوم وورك، يعني نكمل على ذني، نكمل يعني على ذني هذني هنا موجودات بالنظام، ونقدر نقترح هذني مثلا هذا السيرفر نزيدها لهاي السيرفر، ونكبل لنا فد يعني واحد او اثنين او ثلاثه منهم. ولهنا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.